تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.14% في أيلول من 2.5% في آب، ليأتي أعلى من التوقعات البالغة 2.13%. وبحسب تقرير وزارة العمل الصادر اليوم، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 13% باستبعاد الغذاء والطاقة على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى 13%. نبقى في الولايات المتحدة، حيث ذكرت قناة CNN بأن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا، وتسبب الإعصار بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين شخص، وغمرت المياه المدن الساحلية. هي ليلة حبس فيها سكان فلوريدا أنفاسهم بانتظار إعصار هو الأقوى منذ 100 عام. تحذيرات وتنبيهات صدرت من أدنى مستوى في السلطة حتى وصلت إلى البيت الأبيض. نزح مئات الآلاف من سكانها نحو الشمال، ثم وصل ميلتون. إعصار ميلتون جاء مصاحبا معه رياحا عاتية وأمواجا عالية وفيضانات غطت بعض مدنها الواقعة على سواحلها وحرمت ملايين الأشخاص من الكهرباء. المناطق الساحلية كانت شاهدة على قوة وتدمير إعصار ميلتون، فمدن غمرتها المياه في الشوارع والأرصفة، ومدن أخرى دمر الإعصار المساكن فيها وسويت الأشجار بالأرض. ففي ساراسوتا لم يكن إعصار ميلتون لطيفا كما كتب أحدهم على أحد جدرانها، لتعيش المدينة ليلة من أفلام الرعب كما اعتادت هوليوود أن تصورها. أما في تامبا فقد مزقت العواصف المصاحبة للإعصار ملعب البيسبول تروبيكانا فيلد، وسقطت رافعة بناء على مبنى وسط المدينة. رغم تراجع قوة ميلتون، لكن يبقى خطره ودماره حاضراً، فعند عبوره بلغت سرعة رياحه قرابة 200 كم/ساعة. في أثناء وصوله إلى اليابسة تراجعت سرعته لتصل إلى قرابة 150 كم/ساعة، والتوقعات تشير إلى أنه سيبدأ بالتراجع تدريجياً فوق المحيط الأطلسي، وقد ينخفض لما دون الإعصار. إذا تلاشت الخشية من أن يكون إعصار ميلتون الأكثر فتكاً ودماراً في تاريخ الولايات المتحدة، ليبقى كاترينا علامة فارقة في العقل الجمعي الأمريكي كأكثر الأعاصير دماراً عندما ضرب الولايات المتحدة عام 2005. من واشنطن نرحب بالمحلل الاقتصادي دكتور توفيق حميد. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور توفيق. نتحدث عن أزمات كثيرة فيما يتعلق بالداخل الأمريكي، نتحدث عن أزمة اقتصادية، الكوارث الطبيعية المتوالية، ونتحدث أيضا عن انخفاض في أرقام التضخم لأيلول الماضي مقارنة بآب، إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة والأزمات أيضا تطغى عليها بشكل واضح. إلى أي مدى أو إلى أي حد يتأزم الاقتصاد الأمريكي مؤخرا بشكل فعلي؟ اهلا بحضرتك اولا وبالساده المتابعين، وشكرا على هذا السؤال الهام. الحقيقه الولايات المتحده لو تسالني على الى اي مدى، لا اعتقد الامر داخل في مرحله خطوره على مستقبل امريكا، ولذا تجد حضرتك ان الرئيس السابق ترامب و كينيدي اللي هو جاي معاه برضه او قادم معاه في الحمله الرئاسيه، يعني متقدم معاه، في إصرار على أنهم يخفضوا الإنفاق الحكومي. مشكلة أمريكا حضرتك أن القطاع الخاص فيها قوي جدا ولا مجال للشك في هذا، ولكن الإنفاق الحكومي وهو قاطرة القطاع الخاص وهو المحرك لمستقبل الدولة وهو المهيمن على أمور كثيرة أيضا، إنفاقه زاد عن الحد بدرجة أصبح أن الولايات المتحدة بتطبع عملة عشان تغطي هذا الإنفاق وهذه الديون الأوصل التي وصلت إلى 35 تريليون دولار، بمعدل حضرتك حوالي 1,000,000 دولار ديون على كل مواطن أمريكي. فمستقبل بمثل هذا الوضع لا يمكن يستمر إلا إذا حدث تغيير جذري وشديد جدا في الاقتصاد الأمريكي، والله أعلم هيحصل أم لا، ولكن في أمور بتشير إن في اتجاهات لعديد من الدول إنها تنفصل عن هذا الاقتصاد وتعمل تنظيمات أخرى اقتصادية لأنفسها مثل البريكس وغيره. كيف يمكن أن يكون هذا التغيير الجذري؟ على شكل ماذا والذي قد ينقذ الاقتصاد الأمريكي؟
والله في اقتراح من روبرت كينيدي اللي هو مقرب لترامب واحتمال يمسك مركز كبير، واعتقد اقتراحه ده اكيد متوافق عليه من ترامب، انه يخفضوا النفقات الحكوميه بدرجه عاليه جدا انكلودنج او تشمل نفقات الدفاع نفسها، يخفضها في اول سنه 50%، لان اتجاههم ازاي احسن كفاءه استغلال الاموال وليس فقط كميه الاموال. فانا اعتقادي لو الاداره الامريكيه اتغيرت وجاءت اداره ترامب واللي هي ضد الانفاق الحكومي الشديد، هيبدا تنظيم امور بدرجه تخلي الانفاق الشديد ده يقل جدا، ويبدا التركيز على كفاءه الانفاق وليس مجرد كميات الانفاق او المبالغ المدفوعه. في اللحظه دي لو بدات تقلل امريكا، هيبدا نقدر نقول الاتجاه، مش هقول لك انقاذ فوري للموقف، ولكن اقول لك تغيير الاتجاه من اتجاه كارثي في نظر الكثيرين، مش نظر يعني انا الواحد، لا ده نظر الكثيرين بيشايفين ان في اتجاه كارثي لو الامور لا يمكن تستمر لهذا للابد، لان الدول بدات تاخد موقف. فهذا الامر لو حصل الاداره الامريكيه قللت بشده النفقات، نقدر نقول في بدايه تغيير الاتجاه للاصلاح، واللي هو مش مستحيل على امريكا لان قطاعها الخاص قوي زي ما شرحت، ولكن اذا لم يتم هذا فللاسف الامور متجهه لمشاكل اكبر واكبر واكبر وانخفاض في قيمه العمله الامريكيه في المستقبل. مدى تاثير هذه الحاله الاقتصاديه إذا أردنا الحديث باقتصاد سياسي فيما يتعلق بتأثيرهم على حظوظ المرشحين للرئاسة بايدن وكاميلا هاريس وترامب، وبالتالي نتحدث عن مسألة توجهات الناخبين في هذه المرحلة في ظل هذه الظروف الاقتصادية وفي ظل مطالبة بأن ينكفئ الرئيسان على المستوى الداخلي على الإشكاليات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية، إلى أي مدى فعليا ستؤثر هذه التوجهات؟ والله اعتقد ان فعليا هتؤثر بشده على التوجهات الناخبين، خاصه مع اعصار زي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه منذ دقائق. يحدث مثل هذا الاعصار وغيره من الكوارث الطبيعيه، ويدوا الناس مبالغ تعتبر قليله جدا بالنسبه للي ممكن المفروض ياخدوه في مثل هذه الظروف، في حين الانفاق شديد جدا في ناحيه مثل اوكرانيا على سبيل المثال. فأن رجل الشارع الأمريكي، وتقدر تحس نبض حضرتك رجل الشارع الأمريكي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، في غضب شديد جدا على الحدود المفتوحة، على المعاملة بدرجة من الرفاهية للناس اللي داخلة بصورة غير قانونية، ووضعهم في الفنادق وإعطائهم العديد من الميزات اللي هو الإنسان الأمريكي العادي ممكن ما يكونش متحصل عليها. ففي غضبة شديدة داخل المجتمع الأمريكي، إذا حدث وظهرت في صناديق الاقتراع سيكون يعني الفرق كبير جدا لصالح ترامب وليس كما تري بعض التحليلات. فلا، هو تأثير وتأثير شديد، لأنهم شعرين الإنفاق كبير جدا خارجيا، والإنسان الأمريكي بدأ يئن وبدأ يجد مشاكل في حياته العادية، بدأت الأسعار تغلى على الناس، وشايفين أموالهم اللي هي فلوس الضرائب اللي بيدفعوها بتنفق ببذخ على دول أخرى وعلى أمور خارجية لا فائدة منها، مثل حروب خرجت منها أمريكا بدون أي فائدة، ظلت 20 عاما تحارب في أفغانستان ثم تركتها للأسف لطالبان مرة أخرى. فالإنسان الأمريكي مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي الأمر جد خطير هنا، والرجل الشارع الأمريكي يعني في إصرار على تغيير الأمر. في إشارتك إلى محاولة الانفصال عن النظام المالي الأمريكي، هل تعتقد بأنه قد نكون أمام نظام اقتصاد عالمي جديد يشكل ملامح جديدة في ظل هذه التطورات؟ بتحليلي الشخصي نعم، نحن أمام هذا الاحتمال بجدية، لأني أرى جدية شديدة جدا وإصرار من الدول الأخرى اللي هي الدول الدائنة لأمريكا أنها تخرج من عباءة سيطرة الدولار عليها وتعمل نظام خاص بيها ونظام مالي خاص وبداية البريكس. طبعا أمريكا مش هتسكت وهتحاول تقاوم هذا، ففي فترة هتكون مخاض ما هياش سهلة، ولكن أقدر أقول هذه الدول اللي بدأ في هذا الاتجاه لديها درجة من الإصرار كبيرة جدا أن في الأغلب هيتم هذا الأمر. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، المحلل الاقتصادي دكتور توفيق حميد من واشنطن.